يقول الشيخ: بالنسبة لأثر الإخلاص في العبادة، حدثونا عن الأثار المترتبة عليه، وإذا لم يستحضر الإنسان الإخلاص هل له أجر؟ أثر الإخلاص في العبادة عظيم، لأنه سبب لقبولها عند الله عز وجل، فإن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، يسبب له دخول الجنة إخلاصه ونيته، ويسبب له خيرات كثيرة. إذا لم يستحضر الإخلاص لا يمكن أنه يعمل إلا وهو مستحضر للإخلاص. إذا عمل بدون إخلاص فعمله مردود، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وفي الحديث: لا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن. نعم.